في دولة اسمها سان مارينو، عشان تروحها لازم تجيب تذكرة من كوتشي الاتجاه اللي ورانا. عندهم أسوأ منتخب كرة قدم في التاريخ. بالعادة لما تسافر أي بلد هتعدي على جوازات أو جمارك، لكن فقط في دولة سان مارينو الحاجة الوحيدة اللي هتعدي عليها هي كشك السجاير اللي في مدينة ريميني في إيطاليا. في عربيات أكتر من عدد السكان، أربع أوس مش غير مثلا 7-8 قطع وشكرا، مفيش اي حاجه تانية. الناس بيسموها جمهوريه تايتانيك بسبب الجبل اللي وراها. سان مارينو النهارده فيها 34,000 نسمه فقط، ولكن بيزورها في السنه 3.5 مليون شخص، يعني تقريبا 100 ضعف عدد السكان. بتقول الاسطوره ان القديس مارينوس جاله في المنام انه هينشا دوله على تلال روما، وقرر تنفيذ رؤيته بعد ما هرب من الاضطهاد اللي كانوا بيعانوا منه المسيحيين في الامبراطوريه الرومانيه. النهارده الدوله دي موجوده وهي خامس اصغر دوله في العالم، دوله سان مارينو. بالنسبه لسكان البلد فهو تحقيق معجزه مقدسه، وهو عكس كتب التاريخ اللي صفته فقط بانجاز تاريخي. ولكن في النهايه اذا كنت تتبع الراي ده او الراي الاخر، فدوله سان مارينو هي دوله موجوده بالفعل في ميثاق الامم المتحده اللي بتكون من 195 دوله في العالم. ليس هذا وحسب، ولكنها تعتبر واحده من اقدم الدول بتاسيسها في العام 301 ميلادي. يقال ان سان مارينوس عبر التلال الصعبه خلال البروده في الصباح والليل ليصل لقمه جبل مونتي تيتشانو عشان يأسس كنيسة للعبادة على قمة الجبل الأسطوري اللي هنطلعه النهاردة. حلقة غريبة عن دولة أشد غرابة وغموض بسبب بساطة نشأتها اللي مع بساطتها أصبحت أسطورية لجميع الشعب. كيف استطاع شخص واحد يعمل دولة صغيرة تصمد 18 قرن كمان تتوسع داخل إيطاليا المليئة بالحروب؟ شيء لا يصدقه عقل. الدولة اللي نسبت لشخص واحد حارب الاضطهاد والحرية الفكرية. النهاردة الدولة دي ومع أنها أقل دولة للزيارة في أوروبا على الإطلاق، لأن الزوار بيمثلوا 100 ضعف عدد السكان. داخل أعلى نقطة في دولة سان مارينو بارتفاع 739 متر فوق سطح البحر في القصر اللي كان عايش فيه سان مارينو نفسه، مليئة بتساؤلات. ولكن عند الوصول ليها هتكتشف ان البساطة وجمال الطبيعة اللي لم تلمسه يد هي فعلا السر الاسطوري للبلد الاغرب على الاطلاق. خلونا نوصل لسان مارينو النهاردة عشان تعرفوا سر بقاء واحدة من اقدم الدول اللي سكانها فقط 33,000 نسمة. فازاي دولة زي كده تقدر توصل لمكان هنا في بلد كانت مليئة بالحروب؟ تقع كليا داخل إيطاليا، وتوسعت بشكل ما مع الوقت لتصبح المساحة اللي هي عليه النهاردة، واللي هي فقط 61 كيلو متر مربع. وعملتها اليورو، ودخول البلد دوت بيكون بشكل استثنائي من جارتها إيطاليا. سان مارينو دولة حبيسة جوه إيطاليا، بس عشان نروح سان مارينو لازم نلف لفة غريبة جوه إيطاليا. نروح حتة اسمها بولونيا، ومن بولونيا بنروح حتة اسمها ريميني، ومن ريميني بناخد هما تريب ادفايزر بيقول لك بتروح عند دامبرجر كينج في كشك سجاير بتجيب من عند التذكره. الدخول البلد الأقدم في أوروبا بيتم من كشك السجاير ده، الطريقة الوحيدة للدخول لو مش معاك عربية، ويزدحم الباص لدرجة إن الناس بتقعد على الأرض للوصول للدولة اللي ما فيهاش غير الطريق دوت للدخول أو الخروج منها. جمهورية سان مارينو فيها 33,000 نسمة، وفيها المنظر الجميل اللي ورانا دوت. دوت بالتلفريك لغاية أعلى نقطة اللي هي 750 متر. تعال فوق تاني بقى. نوصل لأعلى نقطة بالسلم ده. القصر بتاع الملك. بس الحين نشوف هو فيه إيه. شايف حاجة؟ ده المتحف أربع أوض. ما فيهمش غير مثلا 7-8 قطع وشكرا، مفيش أي حاجة تانية. وكده إحنا في أعلى نقطة في سان مارينو. وكل الحاجات التانية تحتنا. وصلنا أعلى نقطة في سان مارينو، واللي كانت ملجأ للقديس مارينوس، واللي وصله وعاش فيه وبدأ تحقيق رؤيته في إنشاء دولة سان مارينوس. سان مارينو هي رابع أصغر دولة في أوروبا. الناس بيسموها جمهورية تايتانيك بسبب الجبل اللي وراها. هي دولة صغيرة فوق الجبل داخل إيطاليا. نشأت لما هاجر ليها سان مارينوس من جزيرة راب في كرواتيا، وقابل واحدة أو كذا واحدة، وبعد كده طلع بيهم على الجبل في المكان اللي احنا فيه، وبقى شايف قدامه المنظر الجميل دوت. وكان هو شايف ان هو مقدس، فكان بيدعو الناس ان هم يتبعوه، وفي ناس فعلا تبعوه كتير، ولغاية دلوقتي في ناس بتقدره بتعتبر ان هو قديس سانت كبير جدا. سان مارينو النهاردة فيها 34,000 نسمة فقط، ولكن بيزورها في السنة 3.5 مليون شخص، يعني تقريبا 100 ضعف عدد السكان. ونوع السياحة دوت بيشكل واحدة من ثلاث مصادر الدولة بتعتمد عليها، وبتمثل ربع دخل دولة سان مارينو. الضرايب عندهم نص الضرايب الموجودة في إيطاليا، عشان كده في ناس بتيجي من إيطاليا
فقط للتسوق، وثلاث ارباع المناطق الزراعيه ملك للدوله من حقها تزرع. وعملتهم اليورو، عندهم كوين يورو خاص لسان مارينو، ولكنهم مش تبع الاتحاد الاوروبي من الاساس. فازاي دوله زي كده تقدر توصل لمكان هنا ويترسها؟ كل ده طبعا تساؤلات. ايه اللي هيدخل البلد ديت في بلد كانت مليئه بالحروب اللي هي ايطاليا، فيها عربيات اكتر من عدد السكان، والشعب السامريني، السامريني مش السان ماريني عشان في فرق، والشعب السامريني اللي هم 34,000 نسمه بيكونوا خامس اصغر دوله من عدد السكان في العالم، وشعبها 86% من الاساس سامريني، باقي اجانب مولودين بره البلد اغلبهم طليان ورومانيين وغيره. ولكن في 12,000 نسمه مشتتين ما بين ايطاليا وامريكا فرنسا وكمان الارجنتين، لغتهم هي الايطالي واغلبهم من اصل ايطالي، ولكن ما ينفعش اقول لهم ان انتوا طليان لانهم فخورين بالقديس بتاعهم وبتاريخهم. ودولتهم 97% منهم كاثوليك، وعندهم نظام حكم غريب عباره عن 3 رؤساء بيصوتوا ليهم كل 5 سنين، بس لازم بياخدوا فاوتش كل 3 شهور، لازم يكون فوق 25 سنة، ومش لازم يكون كبير، ممكن يكون بس أكبر من 25 سنة. عندهم مشكلة إن هم بيسمحوا بتداول الأسلحة بشكل واسع، ومع ذلك البلد أمان جدا. عندهم أسوأ منتخب كرة قدم في التاريخ، فريق عمره ما فاز إلا مرة واحدة قصاد لينشنتاين اللي هي كمان بلد صغيرة، لكنهم خسروا 160 مباراة من أصل 161، دخل فيهم 700 هدف وحققوا فوز واحد، وجابوا 20-30 جول في كل تاريخهم. الفرقة بتاعتهم في ناس بتعتبرها حصالة التصفيات بتاعت أبطال أوروبا، بسبب طبعا إن هم فريق الكرة بتاعهم بيعملوه نفس نظام الدورة الرمضانية، يعني تلاقي مثلا المدافع بيشتغل في السوبر ماركت والمهاجم ميكانيكي وحارس المرمى، عندهم حارس مرمى مشهور هو أصلا محاسب. عندهم نظام دوري عادي ولكن مفيش لعيبة بروفيشنال، ولكنهم شاطرين جدا في البيسبول واخدوا ابطال اوروبا 3 مرات في البيسبول. بعز اصدقائهم طبعا دول صغيرة اللي زي اللي هم مالطا ولينشنتاين واندورا وموناكو، وبيعملوا مسابقة لنفسهم اسمها Games of Small States of Europe، وحابة تنضم ليهم لوكسمبورغ وكمان مونتينيجرو اللي هم اكبر منهم شوية، وكمان ايسلندا، وعملوا دعوة مرة للفاتيكان، بس طبعا الفاتيكان كل اللي فيها اشبينية والبوب، فاكيد مش هيجوا 500 واحد بس. دولة سان مارينو كامل منطقه اكتملت في القرن ال15، وفي ناس عرضوا عليهم اتفاقيات كتير ولكنهم رفضوا، وفي النهايه فضلوا وبقوا واستمروا من غير ما حد يزعجهم، والسبب طبعا ان هم كان مكان مقدس، نفس الفكره بتاعت الفاتيكان ان هم مكان مقدس، وكان الناس بيحاولوا ان هم يبعدوا عن المكان المقدس دوت لانه يتبع للدين الكاثوليكي اللي هو ناس كتير بتتبعه في ايطاليا. في دول كتير عرض عليهم الانضمام، لكن في النهايه كل المحاولات دي بقت بالفشل، وبقيت دوله سان مارينو لغايه النهارده. وبرضه واحده من الدول الصديقه ليها ايران، والطيران بتاع ايران بيوصل لمحطه ريميني، وهم اللي بيعبلوا الوقود، الدوله الوحيده اللي في اوروبا اللي بتدي وقود ايران، عشان كده تعتبر دوله صديقه ليها. في النهايه اعز اصحاب ليهم هم الطليان، لان هم قرايبهم كلهم طليان واصولهم اصلا ايطاليه وبيتكلموا ايطالي. ملخص يا جماعه، سان مارينو هي دوله صغيره جدا بدات بسبب شخص واحد، سان مارينو من 1700 سنه، ولكن النهارده في ملايين السياح بييجوا يزوروها. ونصيحه لوجه الله، ما تلعبوش كره قدم تاني. شكرا للمتابعه، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير في القناه، واشوفكم في دوله جديده قريبا.